إلي جون هادو صاحبي شفتك وحنا غلق 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 غلقنا عليهم بالدوبلسيس خلاص وين راهي رايحة؟ مقترحاتها عن أقرب وقت إن شاء الله. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا البطاطا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم يا البطاطا. الذي بلدته لقد حجزت لك كركزة طن بالأخص اليوم كان قضية وطنية شوفي في عبر الوطن الرأي كيفاش تفافر في الرأي كيفاش تفافر الرأي كيفاش تفافر اسمهم ناضوا لما جاء الإرهاب البق ما يزغوتش. دورو سينو ما تدي حتى دورو. وسجلنا عملية كذلك بالنسبة لإعادة الاعتبار الفقاقير كما كل سنة سجلوا زيدوا سجلاتهم ميزانية لاباس بها باش نزيدوا نساعدوا الفقاقير. كان واحد تما شيخ زاوية صغير قال طرح لي سؤال قال لي راهم يقولوا باللي لا كان يروح بوتفليقة الزوي راحوا راح نقولوا تروح لنك بوتفليقة ما يروحش والزوي راح يزيدوا ويقواوا. جماعة ما يخفاش عليكم اللي هذي قريب عام ونص وإحنا مترايسين على المزلش هذا ولازمنا ننظروا بنتيجة زينة مفيدة للشعب. اللي عنده كشي بروجي ولا حية ولا يفهمنا قدام الملاء باش نفهموا ندرسوا التوارث نتاعنا. الروينو حاجة سهلة كاع نديروها في الشاشي بالضبط بالخارج واجب تالي شو ذيك هذيك ذيك الهضره وذيك انت خارج محتاجين النخاله نتاعك باه انت توصل للمروينه هذه علاش راجل هذه الهضره هذا احسن قررنا باش نصعوا من الدباغه والعرعار ادويه ونصدروها للخارج. واش رايكم يا جماعه تم حسب ليش ناس فاتين بيك انت بالدباغه نتاعك بالعرعار خليك من هذا الحديث هذا قادرين نديروا البرقوق تاع اجا هذاك نتاع اللي راهم يديروا فرنسا نصنعوه هنا ونصدروه. واش اللي توسق للخارج نتاعنا ما فهمتش؟ هذا البرقوق هذا نصنعوه هنا ونصدروه. الا هي فكره جابها مليحه رائعه. هاي الفكره وين راحت؟ والله ما يجي في بعض الفكر اللي امر مشت ولا نجمع. كل شيخ شمس الدين هذا مهبول روح رقيها يا قيو يا قيو فاقو فاقو الفقاقير جابونا عبد القديم.